قصة شوجر دادي دي قصة أزمة منتصف العمر، بيسموه بقى لما الراجل يبقى يعني في الوقت ده، لما يعني يخون مراته أو يعرف حد على مراته. شوجر دادي هي الست ممكن تبقى شوجر مامي كمان، يعني اشمعنى المجتمع يسمح له يبقى هو شوجر دادي وهي ما تبقاش شوجر مامي؟ عشان مجتمع شرقي وبيدي كل الحقوق للرجل، وعايز المرأة ياخد منها كل حاجة وما يديهاش حاجة. وليلى علوي رأيها ايه في هذه انا القصة؟ ماليش دعوة بالكلام ده خالص خالص خالص، ملناش دعوة لا لا بالقصة لا دي. لا لا.